احنا اليوم ننتهز هذه الفرصة بنشكر القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لهذه الجامعة المبروكة، وننتهز هذه الفرصة بنتقدم لهم أسماء آيات التبركات والتهاني في تخريج هذه الدفعة، دفعة قيم ودفعة الإنسانية في هذا اليوم المبروك. هذا هو يوم السلام اللي نحن نتشرف فيه في كل سنة بتخريج هذه الكوكبة في التخصصات اللي نحن نحتاجها صراحة في العلوم الإنسانية واللغة العربية والدراسات الإسلامية والتسامح. الله يوفقكم جميعا إن شاء الله. اليوم نحن في حفل جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، هذه الجامعة التي تحمل اسم غالي علينا جميعا، اسم صاحب السمو رئيس الدولة. نحن في دفعة سفراء القيم، إن شاء الله نسعى جاهدين لإيصال وترسيخ قيم الدين الإسلامي الحنيف، وإيصال وترسيخ قيم التسامح والتعايش في بلد التسامح. توجه بخالص الشكر والتقدير لجامعة الموقرة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية من إدارة وهيئة تدريسية وموظفين على كل ما قدموه لنا من دعم ورعاية واهتمام في كافة المجالات وجوانب الحياة، ولم يقتصر دورهم من خلال الدعم بل ساهموا في غرس العديد من القيم فينا كالتعاون والتسامح والتعايش ودعم رؤية القيادة الرشيدة. كما أتوجه بخالص الشكر لقيادتنا الرشيدة حكام دولة الإمارات على كل ما يقدمونه لنا من دعم لا محدود